الكرم على مستوى محافظة طول الكرم بعد نشر القوائم المرشحة؟ ما الخطوة القادمة؟ ومباشرة مدير دائرة لجنة الانتخابات في طول الكرم السيد خالد سليمان يطلعنا على هذه الأمور والمستجدات المتعلقة بالانتخابات. تسعة صباحك أستاذ خالد. الله يعطيك ألف عافية، يسعدك يا رب. يعني أستاذ خالد، بعد أن تم فعليا تقديم ونشر القوائم المرشحة للانتخابات المحلية لبلدية طول الكرم، ما الخطوة القادمة وماذا عن سيرورة هذه الخطوة بكل سلاسة وبدون أي مشاكل أو عراقيل؟ نعم، هذه خطوة نشر القوائم الانتخابية والمرشحين ضرورية جدا من أجل إتاحة المجال أمام جمهور الناخبين وجمهور المواطنين أولا للاطلاع على هذه القوائم، ومن ثم تقديم طعون واعتراضات على المرشحين أو على هذه القوائم في مكتب الدائرة الانتخابية، حيث يصطحب الطاعن كل ما يثبت صحة طعنه من أجل دراسة هذا الطاعن، وبت في قرار خلال 3 أيام من تقديم الطلب، ومن ثم التبليغ المطعون فيه في قضية الطعن. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، اللي خلال الفترة هاي يتم اعتماد الوكلاء القوائم الانتخابية المراقبين على الصناديق لهذه القوائم وإصدار بطاقات لهم وإصدار بطاقات المرشحين، هذا فيما يخص القوائم الانتخابية. نعم. طب سيد خالد، يعني هل التزمت هذه القوائم التي بالتأكيد هي ستشارك في الانتخابات بكافة الشروط والتعليمات كقائمة هنا نتحدث؟ نعم نعم، هي الأصل في الموضوع أنه لما تم نشر الكشف الأولي لهذه القوائم التي تحتوي على مجموعة من المرشحين، هي في الأصل مطابقة للتعليمات ومطابقة للإجراءات القانونية لقانون الانتخابات رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، لكن الطعون المقدمة التي ممكن أن يقدمها بعض المواطنين بتكون لها علاقة في مثلا براءة الذمة، لها علاقة في إقامة بعض الأشخاص في عناوينهم في الهويات التي تختلف عن المكان الذي ترشحوا عليه، يعني بتكون طعون تفاصيل شكلية متعلقة بالمرشحين أنفسهم. نعم. طب بصراحة إذا مثلا يعني هنالك من ربما يعني يفكر بالانسحاب من هذه القائمة، هل هذا يؤدي إلى إحداث خلل في هذه القائمة مثلا؟ الانسحاب من القائمة كشخص مرشح حاليا ممنوع وانتهى الموضوع، إما بسحب القائمة بالكامل أو تبقى القائمة حتى موعد الاقتراع، لكن الذي يحدث لاحقا إذا تقدم الطعن من الطعون وتم البت في سواء من اللجنة والقرار قرار اللجنة لم يلاقي رضا من الطاعن والمطعون فيه، بإمكان يتوجه للمحكمة، محكمة الانتخابات. محكمة الانتخابات بتأخذ فترة 5 أيام دراسة للطلب، وخلال 5 أيام تصدر حكمها، وحكمها غير قابل للاستئناف. الحكم إذا كان بإسقاط المرشح من القائمة، هون إذا القائمة مستوفية النصاب القانوني من عدد المرشحين ومستوفية كوتة المرأة، وسقط أحد المرشحين بما لا يؤثر على كوتة المرأة والنصاب القانوني، تبقى القائمة موجودة. لكن إذا مثلا أسقط أحد المرشحين بقرار محكمة وكان بيأثر على كوتة المرأة إذا كانت أنثى طبعا، أو النصاب القانوني، هنا بتسقط القائمة بالكامل. نعم. طب أستاذ خالد، نذكر بالقوائم وأسمائها وعددها التي بصراحة انبثقت من الشارع الكرمي بمختلف الشخصيات المشاركة. نعم، في مدينة طول الكرم ترشح 7 قوائم انتخابية، 4 قوائم مستقلة، و3 قوائم حزبية، منها من القوائم الحزبية قائمة حركة فتح وقائمة للجبهة الديمقراطية وقائمة ائتلاف للفصائل الفلسطينية. في عنبتة 3 قوائم، قائمتين مستقلات وقائمة لفتح، وفي كتابة قائمة بالتزكية لفتح. نعم. هذه التصنيفات الحزبية
عدد القوائم أيضا التي تقدمت للترشح، والأمور حتى هذه اللحظة تجري بسلاسة ولا يوجد أي عراقيل بانتظار بالتأكيد الطعون، صحيح؟ نعم، ولا أمور زي ما فضلت بسلاسة وبيسر، وننتظر وإن شاء الله ما بتقدم أي طعن، لأن الأمور إجمالا يعني كانت يعني فوق مستوى العادي. من القوائم اللي تقدمت كانت يعني على وعي بالإجراءات القانونية من أجل عدم رفض القائمة لاحقا أو تقديم طعون ضدها في لاحقا برضو. نعم، إجمالا سنبقى وإياك إن شاء الله في الأيام القادمة وكل جديد مع قرب عقد هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني الذي يتعلق بانتخابات البلدية المحلية. إجمالا أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد سليمان مدير دائرة لجنة الانتخابات في طول كرم، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي.